كلامنا ما بينتهيش، لاننا في بلد قررت تكتب تاريخها على ارضها، فسمت شوارعها باسم عظمائها وابطالها علشان تفضل الناس فاكراهم على مر الزمن. يلا بينا نعرف حكايتنا النهارده. هو ايليا ظاهر ابو ماضي، شاعر عربي لبناني يعد من اهم شعراء المهجر في اوائل القرن العشرين، واحد مؤسسي الرابطه القلميه في امريكا. مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمه سافر لمصر سنه 1902 للعمل في التجاره مع عمه اللي كان يمتهن تجاره التبغ. له شارع مهم باسمه في المنشيه في اسكندريه، وله شوارع ومعالم كتير تانية باسمه في أنحاء العالم العربي كله. التقى بصديق عمه أنطون الجميل اللي كان أنشأ مع أمين تقي الدين مجلة الزهور، فأعجب بذكائه وعصاميته إعجاب شديد ودعاه للكتابة في المجلة، فنشر أول قصايده بالمجلة وتوالى نشر أعماله إلى أن جمع بواكير شعره في ديوان أطلق عليه اسم تذكار الماضي اللي صدر سنة 1911 عن المطبعة المصرية. وكان أبو ماضي ساعتها عمره 22 سنة بس. اتوفى في أمريكا سنة 1957 عن عمر 67 سنة، بعد أن ترك وراه إرث فكري وأدبي عظيم. يمكن نكون خلصنا حكاية النهاردة، لكن مصر حكاية كبيرة عظيمة ما بتنتهيش. سلام.